السلام عليكم، انا البلاء. السلام عليكم، انا اليوم رح نعمل مجموعه تحديات. تابعوا معنا الفيديو، يلا نبدا. اليوم رح نعمل اول تحدي، نصف الكاسه ونفوت البالوني ونرفقهم. واحد اثنين ثلاثه. أول تحدي أنا فجيت. هاي التحدي الثاني. هذا التحدي هاي. نحط قلم هون ونمسكه هيك. بس إيد واحدة مو بتنتين. خلينا ندعي. إذا ما فتت ردعي الألم نفسه. كل واحد فاز ثلاثة. يلا ضحك. واحد فاز ثلاثة. يلا نشوف. يلا. فتت أربعة. أنا خسران. كم واحد فزت؟ الساتك كراتي يا عروه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. يلا تحدي الثالث. يلا نبدأ. أنا باقي لو لا هو اثنين. لا يا فوز. واحد 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 واحد. يلا يلا خطها هون. يلا.
لا لا هذا وقع هذا وقع إيه يلا هذا شوفوا يا أصدقاء يلا تعالوا نشوف ايه يا تعال لا براء توني لابوس شوف شوف انا شوف شوف انا هيك تحدي اخر تحدي اخر تحدي بدنا نسحب الورقة وإذا ما وقعت هون ولا هون وفاتت بقلبها هو الفائز ايش بدنا نعملهم كلهم؟ ايه نفوتهم يعني نشلهم وراح هيك ايه ثلاثة أربعة وإيد الكاس خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أنا خلصت واحد اثنين ثلاثة يلا ثلاثة ولا خمسة وغلبتي وقعتي تبعيتي لا تضحك واحد اثنين ثلاثة أربعة أنا بعد وحدي واحد اثنين ثلاثة يلا ثلاثة ولا خمسة وغلبتي وقعتي تبعيتي لا تضحك هيه
إذا عدم يا أصدقاء، إذا عدم يا أصدقاء.